السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا شيخ حازم. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم يا رب. حضرتك وصلت المدينة أمتى يا شيخ حازم؟ يعني مش عارف والله، من شوية يعني الحمد لله. تقريبا الساعة دلوقتي 12 أو دخلت بعد 12 بحاجة بسيطة يعني. يعني يمكن بقالنا مثلا ساعة إلا كده. طيب حضرتك جيت لي يا شيخ حازم الميدان؟ أنا جاي سبحان الله، يعني كنت بقول لإخواننا دلوقتي قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، كفاية كده؟ لا، وقال إنني من المسلمين، إعلان الهوية. يعني الهوية في الدساتير الدولية بتسمى الجزء المقدس في الدستور اللي ما حدش يمسه أبدا. فإحنا هويتنا هوية إسلامية، وأي اعتداء على الهوية الإسلامية لمصر ده تدمير على الأقل الأربع أجيال جايين، لأنهم يحطوا قوانين 100 سنة، المبادئ الفوق الدستورية دي هتفضل 100 سنة. فأنا جاي طبعا عشان أنصر ديني، وجاي عشان أقول إن مصر إسلامية وهتظل إسلامية حتى لو ضحينا بكل قطرة في دمائنا. الناس خايفة تيجي يا شيخ حازم؟ لا، أنا مش شايف الناس خايفة تيجي ولا حاجة، شايف الناس جاية ما شاء الله أفواج. يعني أنت مستبشر بشكل الميدان؟ آه والله أنا مستبشر إن ما الوضع كده بفضل الله الوقت، يعني إن شاء الله على بكرة هتبقى حاجة ضخمة جدا. ويعني في ناس بقى شعارها إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يعني عاصمة الإسلام المدينة المنورة بتسقط، وهو بيقول لك ان بيوتنا عوره. يعني في واحد مشغول بدنيته مهما الدين احتاجه. يعني للاسف الشديد ده طبعا وضع صعب جدا، ولكن احنا يعني نفدي ديننا بارواحنا كما قال تعالى، يعني واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. الميثاق جاي من كلمه الوثاق، والوثاق هو الحبل اللي بيتشد بيه الاسير. يعني احنا مش بمزاجنا ننصر ديننا او لا ايمان الا بننصر ديننا ابدا على الاطلاق. فاحنا ما يعني لا بديل امامنا غير واخذنا منهم ميثاقا غليظة، غير ان احنا نفضل على هذا الطريق الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. الجمعة الجاية نصرة الدين تقصد ذلك؟ جمعة نصرة الاسلام والهوية الاسلامية ان شاء الله. انا اقصد اللي خايفين، ما اقصدش الناس خايفة تيجي، اقصد الاعلام مخوف بعض الناس من الاحتكاكات. حضرتك شايف الاحتكاكات الان؟ والله انا شايف ان الناس كلها بفضل الله، يعني حتى يعني الشباب اللي في الخيم المعتصم، اللي هو المفروض ان في كثير منه يعني ممكن يبقى مثلا ايه يعني اتجاهات مثلا غير اسلامية وكده ولا ايه. يعني في غاية الود وفي غاية الذوق وفي غاية الجمال. الشيخ حازم شومان اول مرة ربنا يبارك فيك حبيب قلبي. انا شايف الناس بصراحة في غاية الود وفي غاية، يعني انا حاسس ان انا دخلت مكان يعني ايه، يعني انا عايز اقعد هنا، عايزين نجيب خيمة ونعتصم انا والشيخ مصطفى دياب بقى وخلاص بقى، يعني نقعد لنا هنا اسبوع اسبوعين ولا حاجة ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ حازم. حضرتك متوقع كده يعني بالشكل الميداني الممتلئ، انا متوقع ان غدا يكون مليونية كبيرة، او زي ما بيقول الشيخ مصطفى دياب منذ قليل عدة مليونات. والله يعني 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 جزاكم الله خيرا، يعني قال تعالى يأتي بها الله. يعني ايه يعني الحاجة اللي في يعني اللي في يعني اللي مش في ايدينا ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالقلوب وربنا ويعني ايه. ويعني قضية العدد هي قيمتها بالنسبة لنا ان احنا نوري للعالم شعب مصر بيحب الاسلام قد ايه، والاعتماد على الله. طبعا، ولكن احنا سبحان الله يعني ربنا ينصرنا ان شاء الله. الشيخ حازم الشومان مش هيخذلنا ان شاء الله. الشيخ حازم الشومان اتى الان من دياره ليلة الجمعة ليشارك في المليونية القادمة، مليونية هوية مصر الاسلامية. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم. جزاكم خيرا، من جزاك الله خير حبيبي.